رح أعلمكم اليوم حيلة كتير حلوة ورح تفيدكم خصوصا إذا كنتم من صاحبات الشعر الخفيف. هيدي الحيلة أول شي بتخليكم تحصلوا على بوني تيل عبي وحلو. تاني شي إذا كان عندكم ظهرة مفاجأة وكلاسيكية بتقدروا تعملوا من خلالها هيدي الرفعة ويبين شعركم كتير مرتب وحلو. بس قبل ما أخبركم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي. رح فرجيكم الفرق بين البوني تيل العادي والبوني تيل يلي بيطلع فيه الشعر عبي يلي اكيد ما رح تعتمدوا غيره. تبقوا اجمالا البوني تيل العادي هلا ما رح اتقنى فيه كتير بس انه تشوفوا الفرق. هيدا فينا نقول عنه بوني تيل عادي. هلا انا اجمالا اكيد بكون شدته بالجال وعملت له من قدام من ورا أزبط بس انه هيك رح يكون شكله. اوكي هلا رح فرجيكم الطريقه الصحيحه. مثل ما شفتوا انه ايام حيلة كتير بسيطة بتحول اطلالتكم من عادية لكتير مميزة. فاذا عجبكم اللوك يلي عملته والتسريحة يلي عملتها ما تنسوا تعملوا لايك وشير وما تنسوا تتركوا لي كل تعليقاتكم بخانة التعليقات وتعملوا لي سبسكرايب للشانل تبعي اكيد. وانا بشوفكم بفيديوهات لاحقة. باي.